السلام عليكم، كنشكركم على المجيء ديالكم. كيف ما قال لي الاستاذ المحامي زكريا حجام بان اليوم غادي يتم البت في القضيه ديالي، وان شاء الله لا سومين بروشين يعني السيمانه الجايه 16 يناير 2023 غادي يتم الحكم باذن الله. والمسائل القانونيه نخلي الاستاذ المحامي ديالي زكريا حجام هو اللي غيفيدكم اكثر وغيوصل المعلومه اكثر. القضيه ديالي اليوم هي الغاء الوصايه على الاب، وانا ناخذ الوصايه على ولدي باش نتكلف انايا بكل ما هو عنده علاقه بالوثائق الاداريه لمصلحه الولد ديالي. وغيتم البت في هذه القضيه ان شاء الله الاسبوع المقبل. لا ما كاين حتى شي تواصل، ما كاين حتى شي تواصل. كنطالب باش تعطيني الوصايه على الابن ديالي باش نقدر نصاوب ليه الوثائق وكل ما تيهم الوثائق الاداريه. نعم انا كنشكر كل الناس اللي ساندوني وتضامنوا معايا ودعوا معايا، كنبغي نشكرهم بزاف بزاف، وانا عندي ثقه في القضاء ان شاء الله غادي ينصفني. انا كما قلتها كنراعي وكنكون وتنقول بان صعيب واحد ياخذ موقف بحال هكا صعيب. انا بالنسبه لي كل حاجه عندها الوقت الطبيعي ديالها باش تكون، وهذا هو الوقت الطبيعي بالنسبه لي. حاجه اخرى كنطالب بها هو بغيت المراه المغربيه تعطاها المكانه اللي كتستحق كيف ما قال جلاله الملك محمد السادس الله ينصره. وشكرا لكم. السلام عليكم. حنايا جينا هنايا اليوم على اساس واحد القضيه الهدف ديالها هي المصلحه الفضلى للطفل. نحن امام دعوه تهديفه الى اسقاط ولايه الاب. الهدف ديالنا هو المصلحه الفضلى للطفل، مصلحته من اجل التمدرس ديالو وكذا من اجل التكوين ديالو الرياضي والاكاديمي، ولهذا نحن سنقوم وسنبذل كل ما في جهدنا ان شاء الله قصد تحقيق العداله. وشكرا.